بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن شابتر أخير بعنوان المومنتم أند كولاجين. المومنتم اللي هي الزخم، والكولاجين هو الدفع. طبعا المومنتم هذا يحدث في التصادمات، يعني مثلا عندي كرتين صدموا ببعض، أو أي حادث يصير بعيد الشر بين سيارتين، بين حاجتين إيش تصدموا ببعض، فيحدث عندي شيء اسمه إيش الزخم، وايضا الكولاجين الصدام اللي هو الكولاجين ده ناتج عن الصدام الدفع. طيب كلام جدا مهم. اول شيء الزخم اسمه لينير مومنتم، رمزه بي، ويعطى بعلاقه تاليه حاصل ضرب البي. هذا لينير مومنتم الزخم، هو كميه متجهه لها مقدار اتجاه، ويعطى بعلاقه تاليه حاصل ضرب الكتله في الفيلوسيتي. كلام جدا مهم انه لابد من تحديد الاتجاه في اللينير مومنتم اللي هو في الزخم. فمثلا لو انا السرعه عارف انها في اتجاه الاي، فالقانون يكتب بالشكل التالي: البي تساوي الام في الفي في اتجاه الاي. فلو كان الاتجاه في سالب في جهه محور اكس السالب، فاضرب ام في الفي في نيجاتيف اي، على فوق موجب جي، على تحت سالب جي. طيب الزخم كميه متجهه في نفس اتجاه السرعه، وحدتها كيلو جرام في متر بير سكند. اوكي طيب، في علاقه بين الفورس والمومنتم. يقول لك لو اعطاك المومنتم وطلب الفورس، راح اعمل اشتقاق. لو اشتق معادله المومنتم بالنسبه للزمن كده اجيب الفورس. ايضا في علاقه بين المومنتم والطاقه الحركيه. يقول لك الطاقه الحركيه عباره عن الزخم تربيع مقسوم على 2 في الكتله. تعال ناخذ مثالين كده مباشره. يقول لي فايند مومنتم اوف 10 كيلو جرام كانون بول، اللي هو الكوره حقت المدافع اللي حقت الحرب، تتحرك بسرعه 120 متر بس كانت مباشره. اول شيء ابغى المومنتم، قانونه عباره عن حاصل ضرب الكتله في الفيلوسيتي. الكتله عندي 10 مضروبه في السرعه اللي هي 120. طبعا هتنزل الاصفار هنا عندكم 0 0، حيكون كم؟ 1200 ايش كيلو جرام. كم حيكون عندكم؟ 1200 كيلو جرام ضرب متر بير سكند، هذا ايش هو قيمة الزخم اللي عندي. السؤال الثاني قال لي انا عندي الزخم المومنتم معطى بعلاقة التالية 3 تي تربيع زائد 2 تي، اوجد الفورس عند الزمن ايكوال 1 سكند. طيب احنا قلنا الفورس عبارة عن اشتقاق معادلة المومنتم بالنسبة للزمن. يعني اجي هنا في المعادلة هذه اشتق البارت الاول، اشتقاق 3 تي تربيع، اضرب الثلاثة في 2، اشتقاق عادي 6 وانقص ملوس 1 زائد اشتقاق 2 تي الثابت يبقى كما هو، اشتق تي بواحد. انا اعوض اوكي ات تي ايكوال 1، فاجي اعوض هنا، اعوض عن كل تي بواحد، 6 في 1 زائد 2 والجواب يساوي كم؟ 8 نيوتن. انتهى السؤال. السؤال اللي بعده قال لي اجد الكينيتيك انرجي ل 20 كيلو جرام، هذه كتله بارتيكل وذ لينر مومنتم الزخم، الزخم قيمته 10 كيلو جرام. فجاه يقول تطبيق العلاقه هذه، الكينيتيك انرجي تساوي المومنتم اللينر مومنتم تربيع على 2 ضرب الكتله، ويساوي اللينر مومنتم هذه هي 10، فتقول 10 تربيع على 2 في الكتلة في كم؟ في 2. اوكي فأطلع معاكم الجواب كم يساوي؟ 25 جول. واضح ان شاء الله؟ طيب في شيء اخر اسمه الامبلس الدفع، رمزه جي، وهو يقول لك الوقت تمام الذي ايش استغرقه قوة لتغير من هذا الزخم. اذا انا بغير الزخم ده احتاج قوة، فالعلاقة بين تمام او بمعنى اخر الوقت الذي ايش الذي تحتاجه قوة لتغيير الزخم هذا يسمى امبولس، رمزه جي، وهو فيكتورز يعني له مقدار واتجاه، وحيته كيلو جرام في متر بير سكند ونيوتن في سكند. طيب له علاقتين،
العلاقة الأولى الجي أوكي يساوي التغير في الزخم، يعني البي فاينل ناقص بي إنيشيال، يعني أسحب الإم عامل مشترك يبقى عندي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية. أوكي أيضا في علاقة تانية، لو أعطاني أريا وطلب الإمبلس فهو يعطى بعلاقة الجي تساوي حاصل ضرب الكتلة سوري حاصل ضرب الفورس في التايم. أوكي طيب نجي الآن لمبدأ مهم جدا وهو conservation of linear momentum، مبدأ تمام حفظ الزخم. بمعنى آخر من خصائص الزخم أنه محفوظ، بمعنى مجموع الزخم قبل التصادم يساوي مجموع الزخم بعد التصادم. أوكي فلو عندي كتلتين وسرعتين فحالف بين قبل التصادم كل جسم له كتلة وسرعة ابتدائية. أوكي فلو أنا صار عندي تصادم بيناتهم فمجموع الزخم قبل التصادم يساوي مجموع الزخم بعد التصادم. يعطى بعلاقة تالية M1 أوكي M1 V1 صح زائد M2 بالV2 يساوي M1 V1 زائد M2 بالV2. هذا كله initial initial M1 بالV initial زائد M اثنين في ال V initial أوكي يساوي M1 في ال V final زائد M2 في ال V final. أوكي هذا مبدأ إيش حفظ الزخم. طيب أنواع التصادم عندي ثلاث أنواع، تصادم اسمه إلاستيك هو يسمى تصادم مرن، ونوع ثاني يسمى إن إلاستيك كولاجين يسمى تصادم غير مرن، وعندي نوع آخر يسمى توتالي إن إلاستيك كولاجين هو التصادم الغير المرن التام. التصادم المرن باختصار شديد جدا هو اللي تكلمنا عليه، هو أصل هو أصل الزخم، هو أصل التصادم، وهو أصل مبدأ حفظ الزخم. يقول لك مجموع الزخم قبل التصادم يساوي مجموع الزخم بعد التصادم. أوكي طيب أيضا في التصادم المرن في وجود الطاقة حركية، يعني تقدر تقول الإلاستيك نقول مجموع الزخم قبل يساوي مجموع الزخم بعد، والطاقة الحركية الكاينتيك قبل يساوي إيش الكاينتيك بعد قبل التصادم بعد التصادم. هذا في التصادم المرن. النوع الثاني الإنيرستيك كولاجين التصادم الغير مرن أوكي في الطاقة تضيع، يعني ما في طاقة حركية فقط إيش مجموع الزخم قبل يساوي مجموع الزخم بعد. أوكي طيب التوتالي إنيرستيك كولاجين اللي هو إيش غير مرن تام، إيش يعني بعد التصادم الكتلتين يلصقوا ببعض stick together وتصير له وتصير له وتصير السرعة حقتهم واحدة same velocity. أوكي طيب برضو تكلمنا عن مبدأ حفظ الزخم، يقول لك مجموع الزخم بعد التصادم هو نفسه مجموع الزخم بعد قبل التصادم، قلنا السميشن للمومنتم قبل يساوي السميشن للمومنتم بعد. أوكي الوان دايمينشن حيقول لك كذا، وفي ال حنشوف هنا بس أشوف أنا عندي في الوان دايمينشن خلاص طيب أنا كربتها M1 V1 زائد M2 V2 يساوي M1 V1 زائد M2 V2. طبعا هنا initial initial هنا final هنا final. أوكي خلاص كده انتهينا بالتوفيق.